أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة على قناتنا برايمت كريبتو. اليوم سنقوم بالتحدث عن بروجكت اسمه ماتريكس اي نتورك. بالنسبة لهذا البروجكت فهو يقوم بالتحدث عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير تقنية البلوكشين، وهكذا يمكنك أن تقوم باستعماله في مجموعة من الأشياء كالتريدين ومجموعة من الأشياء التي لها علاقة بالماركت والكريبتو كرنسي. هناك لدينا الصفحة الخاصة بها في موقع كوماركت كاب. هناك كما ترون ثمن العملة يساوي 0.015 دولار بارتفاع 25%. لدينا اللو الخاص بها هو 0.01، والارتفاع الكبير الخاص بها هو 0.18، يعني تقريبا هناك 80%. لدينا الماركت كاب ما يساوي 2,700,000 توكن. بالنسبة كما ترون هناك الفوليوم لدينا 180,000 دولار بالنسبة للسيركوليشن سبلاي 21%، بما يعادل 214 مليون توكن. الماكسيموم سبلاي الخاص بهذا التوكن هو 1 بليون توكن، بالنسبة للتوتال سبلاي هو 647 مليون توكن. فهذا البروجكت فهو موجود في مجموعة من المنصات، منها منصة هواوي مقابل البيرز الخاص بالبي تي سي كما ترون هناك بثمن 0.02 دولار، بما يعادل بفوليوم 144 ألف. أيضا هو موجود على منصة جيت دات اي او باثنان بيرز، الأول باليو اس دي تي والثاني بالإثيريوم. وأيضا فهو موجود على منصة الكيكون بالبير الخاصة بالبي تي سي وبالكيكون كما هناك بالاثيريوم. هناك الموضوع كما قلت لكم ان هذا البروجكت فهو يقوم بعمل على الذكاء الاصطناعي. هناك لدينا الموقع الخاصة به، يمكن تقوم بالضغط عليها عن طريق الرابط اسفل الفيديو كما ترون هناك. هذا هو الموقع الخاص بهم. هناك تجد كل صغيرة وكبيرة حول الموقع كما ترون هناك. الماتريكس الخاصة بهم، الوالد الخاصة بهم فهي اونلاين. هنا هذا البروجيكت لديه الوالد الخاصة به، لديه البلوكشين الخاصة به، وهكذا ما يساعد في الارتفاع الخاص بهذه المشاريع. هنا قاموا بالترقية من الماتريكس كما ترون هناك 1.0 الى ماتريكس 2.0. هناك كما ترون هناك لدينا الشرح الخاصة بهم، لماذا قاموا بعمل هذه الترقية وماذا سيقوم بالمساعدة كما ترى هناك. قد تقوم بأخذ الديتالز كاملة على الجرين بيبر أو الورقة الخضراء الخاصة بهم لماتريكس 2.0. أيضا يمكنك أن تقوم بالدخول إلى هناك الورقة البيضاء. هناك تجد جميع المعلومات حول هذا البروجيكت كما ترى هناك. ولكن قبل مشاهدة الفيديو، فهذا الفيديو ليس نصيحة استثمارية ولكن فقط رأي شخصي. لذلك إذا كنت تريد أن تقوم بالاستثمار، ما عليك سوى أن تقوم بالقراءة العميقة والمعمقة الخاصة بهذا البروجيكت. هناك تجد جميع المعلومات كما ترى هناك. لدينا سكيورد سمارت كونترا، هناك هاي سبيد ترانزاكشن، هناك فليكسبل بلوكشين مانجمنت، هناك فاليو ادين ماينين، وهناك بريف ريفيو اوف تكنولوجيكال كما ترى هناك انوفيشن ان ماتريكس. هناك لدينا بالنسبة للتيبل 1 هناك الكاتيجوري الخاصة بهم، البيز بروتوكول والسمارت كونترا. وهناك يعطيك المقارنة بين التكنولوجيكال انوفيشن والاوبجيكتيف الخاصة بهم. هناك ايضا يمكن تقوم بالاستعانة بهذه الورقة. هناك لدينا كي تكنولوجيز اوف ماتريكس، هناك الهايبرد الخاصة بالبروف اوف ستيك والبروف اوف وورك. وهناك يعطيك هذا الرسم يقوم بشرح طريقة عمل البروسيس الخاصة بالبروف اوف وورك كما ترى هناك. وبالنسبة للديليجيت نود الخاصة به، وبعدها السوبر نود، وبعدها الاونست نود. هناك يمكنك أن تقوم بالقراءة لكل هذه الأشياء. هناك تجد جميع المعلومات المعمقة الخاصة بهذا البروجكت، جميع الروابط موجودة أسفل الفيديو. أيضا هناك لدينا التليجرام الخاصة بهم، يمكنكم بالدخول إليه، وهكذا تقوم بمشاركة الأفكار مع المجتمع الخاصة بهم. هناك لدينا ايضا كما ترى هناك بالنسبه لهذا البروجكت فيه مجموعه من الفيوتشرز. بالنسبه لاول فيوتشر فهو الاوتو كودين. وايضا كما ترى هناك لدينا الانتليجنت كونتراكتس او الكونتراكتس الذكيه. هناك يعطيك ما هي فماتريكس انتليجنت كونتراكتس يوز ناتشورال لانجويج بروجرامينج اند ادابتيف ديب ليرنينج بيزد تمبليت تو اوتو كود انجلش اند تشاينيز كورنتلي سبورتد اديشنال لانجويج تو بي ادد ليتر. ايضا كما قلت لكم بان هذا البروجكت فهو اصله من الصين، لذلك فجميع البروجكت الصينية فهي لديها مستقبل كبير مثل عملة نيو ومجموعة من العملات الأخرى في هذا الماركت. هناك لدينا في الفيوتشر الثاني لدينا اي باورد، يعني الذكاء الاصطناعي والتقنية الخاصة بها. هناك يعطيك الشرح وطريقة العمل بها في هذا البروجكت. ايضا كما ترى هناك لدينا سايبر سيكيورتي. وهناك بالنسبة للفيوتشر الثالث لدينا الادابتيف بلوكشين، وهناك البارامترز الخاصة بها.
هناك مطالعون فن يمكن تقوم باستعمالها في الكولابوريشن مجموعة من البروجيكس الآخرين كتشان خاصة بهم كنتعرف فيها ملتي تشين، يعني يمكنك أن تقوم بالعمل بها على مجموعة من البلوكشينز. هناك لدينا الفيوتشر رقم 4، لدينا الفاليو أدد أو القيمة المضافة الخاصة بهذه البروجيكت كما ترى هناك، ولدينا هناك الجرين ماينين. هناك لدينا بالنسبة للفيوتشر الخامس الأخير ديناميك ديليجيشن، يعني السلاسة في الاستعمال الخاصة بهم هناك بالنسبة لتقنية البروف اوف ورك والبروف اوف ستيك. هناك هذا الفيديو يقوم بشرح طريقة الفيريفيكيشن الخاصة بالماستر نود، تقوم بالضغط عليه وهكذا يمكنك أن تقوم بمعرفة طريقة العمل كما ترى هناك. يمكنك أن تقوم بمشاهدة الفيديو، هناك يشرح لك كل صغيرة وكبيرة حول هذا البروجكت. هناك لدينا الويب واليت، وهناك بالنسبة للقرون الخاصة بهم اسمها ماتريكس، وهكذا يعطيك طريقة عمل جون فيريفيكيشن ماستر نوت الخاصة بهم، وذلك بأن تقوم بعمل هولد لمقدار خاص بالشغل الخاص بهم وتقوم بعمل بروفين للترانزاكشن. أيضا كما ترون هناك لدينا التيم الخاصة بهذه العملة، فلدينا هناك الفيس بيرسون اوف اوبريشن، أيضا هناك لدينا السي او الخاصة بهم، وهناك لدينا الماركتينج دايركتور. بالنسبة للرود ماب الخاصة بهم، فالبروجكت قام بالبدء في سنة 2016 وبالضبط في شهر 9 هناك The Matrix Project is officially launched. أيضا بعدها هناك في January 2017 لدينا The First Edition of The Matrix، كما ترون هناك الأي أو الخاصة بهم. بعدها في شهر 5 2017 قاموا بعمل الديزاين الخاص بالآي الخاصة بهم، هناك لدينا بلوكشين ديزاين based on artificial intelligence is completed. هناك لدينا الماشين تيست، وبعدها الآي اكزيبيشن في سبتمبر 2017. بعدها بعد سنة كما ترى هناك في سبتمبر 2018 لدينا ايج اوف جينيس، هناك انستليشن، هناك استراكشر، وهناك بريفت تشين، وهناك انترتشين ترانزاكشن. بالنسبة لديسمبر 2018 لدينا كما ترون Edge of Speed الخاصة بهم، وهنا قاموا بعمل تقنية الـ AI في Proof of Stake و Proof of Work. وبالنسبة للأبريل 2019 لدينا الـ Edge of Civilization، يعني قاموا بالعمل بها مع المجتمع الخاص بهم. وبالنسبة لجنوري 2020 قاموا بعمل الـ Edge of Wonder كما ترون هناك الـ Mining Application، الـ Mining ECS والـ Computing Mining Facility والـ Big Data Application. بالنسبة للإيفنتس الخاصة بهذه العملة لدينا تشاينا تك تيتون تايك اون بلوكشين، تقوم بالضغط على ريد مور وهكذا يمكن تقوم بالحصول على معلومات أكثر على هذا الإيفنت. كما ترون في موقع كريبتو دايلي جازيت هناك تجد كل صغيرة وكبيرة حول هذا الإيفنت. أيضا كما ترون لدينا as China Trade War Escalate Chinese Tech Companies Look to the Future، هذه بعض المقالات التي تقوم بالتحدث عن هذا البروجيكت. هناك لدينا Association التي عمل مع هذا البروجيكت، وهناك Strategy Contributor، وهناك Partners الخاصة بهم. وبالنسبة للإكشنج فهي موجودة في منصات Bitfinex، في هوابي جلوبال، جيت أيو، كيكون، كايكس، هيت بي تي سي، ومجموعة من المنصات الأخرى. هناك بالنسبة للأسئلة الشائعة يمكنك تقوم بالحصول على إجابة لكل سؤال لديك، وهناك كما ترى يمكنك أن تقوم بالضغط على read more لتقوم بالحصول على معلومات أكثر، وهذه هي السوشيال ميديا الخاصة بهم. بالنسبة هناك لدينا مجتمع الخاصة بهذا البروجكت، تقوم بالضغط عليه وهكذا تقوم بشرح الأفكار مع المجتمع الخاصة بهم. وهذا الفيديو موجود في يوتيوب يقوم بشرح هذا البروجكت كما ترى هناك. لدينا جميع البروسيس الخاصة بهم، يمكنك أن تقوم بمشاهدة هذا الفيديو إذا كنت مهتم بالاستثمار في هذا المشروع. بالنسبة للعملة فهي موجودة مجموعة من المنصات كما ذكرت من قبل، جميع الروابط تجد من أسفل الفيديو بالنسبة للموقع. وأيضا فالعملة موجودة في منصة الكيكون كما ترون هناك، لدينا البروز الخاص بها أمام البي تي سي، هناك لدينا كما ترون هناك تقوم بعمل شمعة الساعة 30 دقيقة، هناك كما ترون هناك لدينا هذا الترند الهابط، ولكن يمكنك أن تقوم بعمل تحليل لها، يمكنك تقوم باختيار الفريم الخاص بها كما ترون هناك، فريم الساعة، الساعتين، الأربع ساعات، وهكذا يمكنك أن تقوم بعمل أن تقوم بتحليل خاصة بك، تقوم بأخذ قرار الشراء والبيع كما ترون هناك، فهي في دعم تقوم بشرائها وبيعها كما تقوم بعمل. وأيضا كما ترى هناك يمكنك أن تقوم بعمل أي أشياء خاصة بك، تقوم باستثمار كما ترى هناك، فهناك البيع والشراء، وهكذا تقوم بالمداول التداول على هذه العملة كما ترى، فالثمن الخاص بها 29 ساتوشي الآن، وهكذا يمكنك أن تقوم بمعرفة طريقة العمل الخاصة بها.